يعدي السياعة ولكن يجيبها بخبرة محمود شعبان. هجوم معاكس على اليمين ناحية محمد صادق وانطلاقاته ولمساته. صادق على الأرض حلوة، عمرو السيسي منتهى الخطورة، عمرو راح زاد دفاع دربكة، أحمد عاطف التصويب الهدف جوه جول جوه جول. الهدف الأول هدف التقدم لمدن فيوتشر في دربكة دفاعية وانطلاقة جميلة عن طرية بقدم محمد صادق تصل للهدف أحمد عاطف عشان يعملها ويجيبها ويسجل. الآن الهدف الأول هدف التقدم في الدقيقة 28 من الزمن المباراة، والهدف الرابع لأحمد عاطف في دوري نايل في الموسم الحالي. واحد مودرن فيوتشر لا شيء نادي الإسماعيلي. انطلاقة عن طرية بقدم محمد صادق، هذا هو وده هو صادق ثم عمرو السيسي ثم المتابعة والدربكة الدفاعية. هذا على طول مرة تانية محمد صادق بدأ الهجمة ثم الانطلاقة بقدم عمرو السيسي، عدى عمرو ولمسة تيجي في قدم محمد نصر ثم في جسم عمرو السيسي وتصل هدية لأقدام النجم أحمد عاطف عشان يسجل الآن الهدف الأول وهدف التقدم في مباراة اليوم. واحد فيوتشر لا شيء نادي الإسماعيلي في انتظار التأكد من حكام الفار، في انتظار التأكد من حكام الفار للمرة الثالثة للمرة الثالثة وللمرة الثانية لفريق فيوتشر النهارده في لقاءات اليوم. يا سادة حكمنا خلاص أكد على القرار حكام الفار، وهدف أول في المباراة في الدقيقة 28، والهدف بقدم أحمد عاطف. هدف للدراويش أو بطاقة حمراء للدراويش أو لمسة يد كانت موجودة على محمد عمار. هذا الكعب الجميل من عمر الساعي والتحرك الروعة من أحمد الشيخ والسقوط والعرقلة وحكم اللقاء في انتظار التأكد من حكام الفار عبد العزيز السيد ومحمود ناصف الرابع والحكم المساعد الأول. وركلة الجزاء لصالح نادي الإسماعيلي بقدم محمد دسوي باك الشمال، دسوي الحارس محمود حمدي، والركلة والضربة الركلة والضربة ضربة جزاء محمد دسوي دسوي ايوه حطها قوية جوه الجول جوه الجول. التعادل التعادل للدرويش بقدم محمد دسوي من ضربة جزاء يا سادة في الدقيقة 84 من نهاية المباراة. الإسماعيلي يعود للقاء، الإسماعيلي أخيرا يترجم كل الكلام الضغط والسيطرة والاستحواذ ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، والهدف الأول لمحمد دسوقي في دوري نايل في الموسم الحالي. هذه العادة مرة ثانية، هذه الباصة الجميلة وهذه الكعب الحلو من عمر الساعب والانطلاقة والمهارة من أحمد الشيخ والسقوط والعرقلة وهذه الركلة